كارينا كروس طراز حلو كتير من شركة لادا، رح ندور عليه اليوم بأوتو فوكس. خليكم معنا بعد لحظات لنحكي كل التفاصيل عن هالسيارة. دائما معنا مسيو ربيع عطلة من رأس أمن يونس موتور كومباني، أكيد وكلاء لادا بلبنان. هاي ربيع. هاي جورج. القوة الروسية رجع بقوة، مش بس بالسيارات دفع الرباعي بل بالسيارات العادية أيضا. اليوم معنا طراز حلو كتير كارينا كروس، سيارة عائلية بامتياز كتير واسعة، وعنا كمان شكل حلو غير انه سيارة عائلية. عنا إذا نشوف الشكل الخارجي لها عن جد بتلفت جدا. مزبوط. قبل ما نحكي عنها خبرنا اليوم نسبة طلب على السيارة، بعرف كتير. صح، اليوم ما توقعنا هالقد يكون في طلب على سيارات اللادا. نعم. اول شيء كنا على اساس انه السيارات الفور باي فور وطلب كتير عليهم، نزلوا السيارات السيدانز والهاتش باكس، ما لحقنا يعني. هلا وصلنا اول فتره اوت اوف ستوك، رجعنا جبنا ستوك، عم نجرب نلبي الكل قد ما فينا. يعني في بواخر من روسيا على لبنان بشكل متواصل بالطيارات. هلا بنصير طيارات كمان. اوكي. سو عم نجرب قد ما فينا نلبي كل الطلبات تبع الزبونات، مع انه طلبات كتير كتيره، بس انه قد ما فينا عم نجرب نكتر الستوك اللي عندنا كرمال نكون عم نلبي الكل، نلبي الزبونات. قبل ما نتابع اكيد حديثنا معك بدنا نحكي شكل السياره، ومن بعد اكيد بقيه فقراتنا. ربيع، شكل خارجي مثل ما كنا عم نحكي بدايه عن جد حلو. اليوم وصلنا هلا على جوانب السياره، عنا على الابواب هالمولدنجز الموجوده. صحيح. البلاك مات يلي مكتوب عليها كارينا كروس يلي هو براند ابو هالسياره. مثل ما عم تشوف جورج، سياره كلاسيكال ما بتزهق منها يعني، قد ما صار عمرها 5 سنين 8 سنين ودو بلس. هي سياره معروفه، والروس مشهورين بهذا الشيء، بيعملوا سياره كلاسيكيه بضل الموديلها محافظ لكذا سنه لقدام. اكزاكتلي. هي بتضاين كثير. صحيح. 10 و15 بتطلع فيها بضل حلوه. جانت السياره كمان جانت 15 انش. هلا عم شوف كمان على المرايات بيجوا بلاك كرمال يعطوها شوي طابع رياضي للسياره من قدام. هلا اذا بنكون عم ننتبه في عنا بين الكرامز يلي موجوده على الكالاند، هالفضه يلي كاسر شوي الاسود يلي فيها للسياره، مع الفوج لايتس، عنا ديتا رانينج لايتس موجودين. حلو كثير شكل الامامي للسياره عن جد، هالجريل الامامي الكبير سبورتي لوك. صحيح. وعندنا كمان روف ريز على سطح السياره تعطي طابع رياضي اكثر. اذا بتشوفوها بالطابع يعني من الناحيه الاماميه عم تعرفوا اكثر عن شو عم نحكي مشاهدينا. هالطابع الرياضي واضح على السياره من كامل المرايات، من كان الجريل الامامي وحتى الروف ريز على سطح، حتى الهود هالزيح الموجودين فيها كمان كرمال انسيابيه الهواء الموجوده بالسيارة. هذا اختصار الشكل الخارجي. هلا بدنا ننتقل لداخل الكارينا كروس، في شغله حلوه كثير بفرش السياره ومواصفاتها، خلوكم معنا نتابع. داخل السياره فعلا كثير مميز، لاحظوا الفرش اللونين الاورنج الغامق مع البلاك، اعطيها طابع كثير حلو من الداخل. ربيع، بدي اترك بقيه التفاصيل لك لان فيها كثير اوبشنز السياره. صح. شغله بحب شديد عليها كرمال الانتيريور الموجود فيها، كسرت هالالوان كمان تعطيك شويه سبيس اكثر بالسياره. انا بتعرف اذا على طول اسود بتعبق وتبين صغيره. سو هل كسرت الالوان حلوه كثير وشوي رياضيه بنفس الوقت. عم ناخذ اوبشنز كثيره موجوده بالسياره، بين 4 ازاز كهرباء لمرايا كهرباء، عندنا الازاز الادماني هيتد بيتدفى كرمال اذا في ثلج بيدوب الثلج الموجود فيها. صح. حتى الكراسي الادمانيه فيهم هيتد سيتس. اكيد راديو مع يو اس بي مع بلوتوث مع اس دي كارد، بلوتوث اوديو ستريمينج كمان، باركينج سنسورز اكيد موجوده فيها، عندنا لايت سنسورز ورين سنسورز بنفس الوقت. واو. اكزاكتلي. حتى الاي سي اللي موجود فيها اوتوماتيك، بتحطه على الاوتو وبيعطيك بيكسر لك الحراره الموجوده بالسياره. كاب هولدرز حلوين كمان من اوزون كثير الى جانب السايق والباسنجر اللي حده. كمان عن جد داخل كثير حلو، شكل كمان خارجي مثل ما كنا عم نشوف كمان حلو. سيارة لهلا بتاخذ علامات عالية جدا، ما نشوف هلا كمان من ناحية البرفورمانس معك ربيع، قوة المحرك وغير من المواصفات حول اكيد انجن السيارة. كنا عم نسمع اكيد صوت باب السيارة، حديد السيارة دائما مثل ما مذكر لادا، الستيل بنوعية كثير ممتازة وسيف كثير كبادي السياره من برا، واكيد الركاب من جوا ما يعطل مهم ابدا. اكزاكتلي. هي واحده من الشغله الاساسيه الموجوده فيها دائما هيك باللادا ربيع. بس الانجن نعرف منك هلا اليوم كموتور موجود على هالسياره، هو كمان 1600 سي سي 4 سيلاند،
اكيد عم نحكي على البيت تروس 3 سبيد اللي هي اوتوماتيك مع تبترونيك مود 5 سبيدز، عم تولد قوه احصنه كمان 98 حصان. نعم. الحلو فيها بهذا السيستم فيتاس انه بيوفر لك بنزين اكثر ويعطيك نشاط اكثر. اكيد مع تبترونيك سيستم بنتحكم نحن بالفيتاس كيف ما بدنا، بس نوزن صغير ونكبر وبنحافظ على الفرناج تبع السياره بالطرقات نحن ونازلين من الجبل، هيك بنصير نوفر اكثر فريمات لبعدين. وانترتيان. وانترتيان بطبيعه أكيد. الحال. اما هلا بدنا ننتقل للديل، لانه في شغله مهمه اليوم بالديل، سعر باكج بين تسجيل وبين اتفاق كثير كثير منيح، حنعرفه بعد لحظات الربيع. طيب اليوم بعرف سعر السياره منافس جدا، عاملين باكج كثير حلو بهالمواصفات كلها، هالشكل هالانتيريور الحلو هالكمان الانجن النشيط، اليوم قد ايه بنخسر على السياره؟ كالينا كراس اليوم موجوده بالشورومز عندنا ب 11900 اكيد بلا تي في او تسجيل، هذا السعر بالنسبه للمواصفات اللي موجوده فيها للسياره بالسيفتي الموجوده فيها اكيد ما تبرم بالسوق، ما بتلاقي بهيك سعر. اكيد التسجيل مش كثير مرتفع مع مع تي في تبعها، وبالتالي عم نحصل على باكج ممتاز اليوم بمواصفات كثير حلوه، بنرجع نشوف نستعرض لمره اخيره الكالينا كروس الموجوده اليوم بالشوروم الاساسيه على اوتوستراد جلال الدين. موجودة بالشياح وإن كان بفردان بلس كجراجات موجودة عنا إن كان بنهر الكلب وبالشياح وبمونو، بهمني الكل ينزل يشوف السيارة يعمل تاز درايف يجربها، تاز درايف موجودة، إذا بحبوا يحكون على التليفون ياخذوا أي معلومات على 1599 الهوت لاين تبعو رينكو، نحن افيلبل أني تايم بحبوا يحكونا. قطع السيارة أكيد موجودة بلبنان بطبيعة الحال. شكرا لك ربيع على كل هالمعلومات عن اللادا، اليوم كان معنا الكالينا كروس، واكيد تابعونا هالاسبوع مع ريمكو ان كان سيارات دراجات ناريه سكوترز واي تي بي. الى اللقاء.